جاهزين؟ معنا زايد وسيف؟ يركبه واجد، مو بزايد وسيف بس. طيب عطونا زايد وسيف. السلام عليكم، صباحكم الله بالخير. مرحبا ومسهلا. صباح الله بالنور. يا شباب معلش يعني لهالدرجه فارغين وما عندكم محتوى عشان تطلعون فوق شاشه وتخسرون خويكم مبلغ مالي كبير جدا؟ ما هي بقصة كذا عبد الخالق. أجل. لكن الموضوع مزح وزي كذا ولا تسبب لنا تحدي كسر. دقيقة إيش دخل ما كسرت إلا ظهر بكرة. إيش دخل؟ يعني قصدك مزح إن أنتم مو متعمدين يعني ها مزح. لا لا بعوصلك. أكيد يعني. إنه مزح. بس بعطيك الموضوع مزح. أنا أسمعني. وش هالمزح يعني؟ تمزح معي. اليوم صلينا الظهر حلو. طلعنا مصلات الظهر. مدري. جاتنا نفعت هواء. أيوة. اسمع جانا هواء قوي. أيوة. فمع الهواء القوي طاحت وراه والله ما يمنا ولا لنا علاقة فيها. يعني 10 رجاجي ظاهرين لكم على الشاشة. أيوة. ثبتها في الأرض. أيوة. ما حركتوها ولا تحركت ولا دي ولا دي أبدا. اي ومشاري عمر يقول يا مصلت انزل تراك ثقيل وتحركت يوم طالعين على أنت وأنت وسيف. ما لها ما طاحت من حزتها ما طاحت إلى ظهر. حركتها يا حركتها جميل. قواعد بسيطة. يا شباب يا شباب قولوا لا إله إلا الله. يا شباب اسمعوا كلام هنا. يا شباب هذه مثبتة بطريقة فنية بسيطة جدا. ما هي داخلة في الأرض. مهندسين شغالين عليها إنها ما تتحمل لود عليها ما تتحمل حمل عليها. عبد الخالق أسلم. أنت تقول مهي مثبتة يعني. ثبت التثبيت بسيط جدا ما يتحمل فوقها شيء. زين دقيقه عبد الخالق دام مثبت التثبيت بسيط ركبنا انا ويا انا وزايد فوقها ولا طاحت هذا اول حاجه. وثاني حاجه ليه تركب فوقها؟ يا مسلم اصبر اصبر يا 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 حشره انت. دقيقه لا 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 لحظه دقيقه تسمعوا مني. لحظه سلامات. هو يقصد حشره نحشره. إيه بس ما دام احنا نتكلم ادب خلينا نتكلم. انا داري تتكلم ادب لكن اسمع مني يا اخي. انت ما تجيبني فش الروم هنا ولا تخليني اسولف. اسمع مني. ايه طيب كش الروم اسلم. ما يهم اصلا انتم عارفين شيء. يلا تفضل. اسمع هذا اول حاجه. وثاني حاجه احنا صلينا الظهر لقيناها محلها وعلينا هواء قوي وحنا لو ان اللي مخربينها وطاحت بليلتها بالليل والله العظيم ان لا نشيلها انا واللي ركبنا فوقها. ابشر بالعوض بناصر اللي بيننا بناصر ما لكم فيه علاقه. احنا نعوض بناصر ونعرف نتفاهم معه. قولوا لا اله الا الله. وهذا لو ان منا والله العظيم ان على طول بنعترف. وليه يعني نجحت خوينا وابدا وحنا دون خوينا. ولكن أقول بالليل اقول احنا بالليل اول ما ركبنا حول خمس دقائق ونزلنا والله العظيم ومن حلف بالله فصدقوا انا ماني مجبر احلف لك وابو ناصر بيفهم والله. ثم الله احنا من نزلنا منها اقسم بالله انها لا طاحت ولا صار فيها شيء. يا حبيبي نزلنا على طول يا حبيبي حركت لو القواعد ثبتت زين كان طاحت فينا احنا رايجين فوق. قول الله لو انها ما هي مثبته او قواعدها على ما تقول انها يعني طيب ما مثبته طيب كان طاحت من فوقها لكن طيب ما طاحت. بقول لك شيء ما طاحت اليوم الثاني ظهر يوم جاء الهواء القوي طيح. طيب بقول لك شيء عشان انصاف انا بعرض الفيديو اللي كان فيه الهواء. ما في هواء قوي يا رجال. لا في هواء قوي ما في هواء قوي خل عنك بعدين تخرب انت وياه دقيقه وتجي ما حد له دخل. لا لنا دخل ابو عبد العزيز انت هنا متسابق الله يعطيك العافيه. دقيقه صل على محمد انت انا محرك. لحظه فيزيائيا معروف في الفيزياء قانون فيزيائي معروف انت لما تبي تطلع شيء او تخرب اساسات تحرك مو مجرد انك تطلع فوق وتحرك يمين ويسار. انت لعبت بالاساسات فيزياء الف باء فيزياء وهندسه ما يبي لها نشده شيخ. الشيء الاول. الشيء الثاني بغض النظر عن حقه خويك او حقه فلان او سلطان انت وش طلعت فوقها يا ابن الحلال يا اخي. وش المشكله طلعت يا ابن الحلال وش طلعت فوقها يا اخي. قاعده تطلع فوق تعرض نفسك للخطر. تعرض نفسك للخطر يا سيف. تبغى تعرفون هذه الشاشه يا سيف خطير عليك الله يرحم والديك. ما تعرف انها شاشه والله ان قلب امك سيف. الرساله اللي وصلت قبل امك قبل يومين عشان انت ما شربت مويه او اكل والله انها اثرت فيني قسما بايات الله ان الرساله اثرت فيني اثر ما يعلم فيه الا الله. فما بالك يا سيف بوضع امك امس وهي تتابعك يا سيف. انا ما اقول اطفال انا اقول امك انت يا سيف وانت طالع فوق معرض نفسك للخطر والله ان قلبها على يدها وانها تدعي ان يا رب سلم وكلنا ندعي يا سيف لان خايفين عليك. ارجع للمقطع يا سيف مره ثانيه. لا سيف الاعتراف بالخطا يا سيف. السيف الاعتراف بالخطا هو الحل. اما مساله ما حد له دخل ما ادري ايش لا انتم عرضتوا نفسكم للخطر هذا واحد. اثنين انتم خربتوا
الاساسات اللي حطها لكم زميلي. انا ما علي اولا قل لا اله الا الله. لحظه يا سيف، سيف حبيبي لحظه. اولا خلونا نتكلم، اعطونا فرصه، بعطيك فرصه. والله انتم جبتونا هنا تبغون نتكلم ولا تكلمون. بعطيك فرصه فاسمح لي بس نعرض المقطع اللي كان بالكاميرات الداخليه وارجع لك. اعطونا يا شباب، اعطونا المقطع. ما بهوى يا رجال، احنا شايفين المقطع 10 مرات. شوف ما في هوا. شوف حتى هذه ما النخل ما يتحرك يا جماعه الخير. شوفه النخل ما يتحرك قدامك. وين النخل؟ النخل ما يتحرك. الهواء جاي كذا وطاحت. النخل ما يتحرك ابن الحلال. طيب. احنا ترى نشوف، انا شايف المقطع 20 مره. طيب. ما في هوا. فهد، اولا لابد ان يعلمون الشباب ان انهم لا يشربكون الامور في بعض. ارجعوا لنا، ارجعوا لنا المتساكين. ارجعوا لنا المتساكين. يا ويل امس يا عبد الخالق. دقيقة أولا دقيقة. لحظة شو اسمه تالك فهد؟ اسمعني بقول حاجة. لا بلاص دقيقة والله كازرات. أنا ودي اسمع والله أنا ودي إنكم ما حطيت المقطع. والله أنا ما علي في الترقى. والله أنا ودي إنكم ما حطيت المقطع. والله العظيم من هو اللي قال يا ولد المقطع؟ من هو اللي قال يا ولد أمس؟ عبد الخالق من هو اللي قال يا ولد أمس؟ عبد الخالق يا حبيبي أنا أسألك سؤالي واضح وأنا خليني أجاوب. من هو اللي قال يا ولد أمس؟ ها؟ أنت تعرف معنى كلمة يا ول أمس؟ لا ما ولا تقول كلام ما تعرف معناه؟ لا والله ما أعرف معناه. ما تعرف معناه تقوله؟ بكيفي. لا ما هو بكيفك. إذا أنت يجون الرجاجيل يعلمونك كلام ما تعرف إيش معناه عشان تصير مضحكة لا تجي تقولها عندنا. مزاجي. حاسبني على شيء ثاني. حاسبني على هذه ولا على شيء ثاني. اسمع اسمع. ما تقول على شيء. أنا أتكلم ولا تتكلموا. خلينا نتكلم. كلام موضوع ثاني. واحد ألزم حدودك. وقف. ألزم حدودك أنا أعلمك. جتك منا جتك منا. لا أعلمك أنا. سيف. لا ما ألزمت حدودك. لا. اسمع يا ولد. لا. انضبط يا الباب. انت تبغون نتكلم ولا تبغون؟ انضبط يا الباب. تكلم بس انضبط يا الباب. لا اسكت شويه بعد. تكفى اسكت. انت بالك دخل. اسكت ما اسكت ما هو شغلك. لا انت جايبني انا اتكلم. ما هو شغلك. تبغى انا جايبني اتكلم. طيب جيبني ما شغلك. اسكت شوي. لا ما هو شغلك. لا ما هو شغلك. سيف. انت ما ارقد زين يا فهد. ارقد زين عشان تعرف كيف تتكلم. ارقد زين. اسمعني. وانت تأدب كويس بعدين تعال كلم. اسمعني. تأدب انت كويس بعدين تعال كلم. لحظة يا فهد. لا ما يجي يا يحشونا بالكلام. كلام ما يعرف ايش معناه ويجي يقول على الشاشه. فهد روق يا فهد. لا انا اعلمك. اسمعني يا اسمعوني يا شباب. انت اسمع مني زين. لا ما بسمع. اسمع مني. اسمع مني. قله ادب وانت تكلمون انت. لا اسمع قله ادب. قله ادب. اسمع قله ادبك. وش قلت انا؟ تعرف ايش يعني يا ولد امس؟ هل بالله اسمع لحظه حتى لو ما تعرف معناها. بالله يا شباب لحظه بالله يا شباب منتوا عارفين تتكلمون وتتعاملون مع شاشه ومع جمهور يتابعكم ومختلف الطبقات وتجي بكلمة سوقية سطحية قليلة أدب. لا تقول هالخويك وزميل إلا فيها قلة أدب. ما لحظة شوف قلة الأدب. لا شوف الكلمة فيها قلة أدب. لا لحظة أنا هنا شوف اسمعني أنا هنا أحب أسمي الأشياء مسمياتها. زين دقيقة لا تقول كلمة فيها قلة أدب على شخص ما غلط عليك ويعني اسمعني بسرها ايش الكلمة؟ ويل امك هذه كلمة كانت تقولها العرب في الجاهلية. أيوة. الويل وادي في جهنم يعني تربت امك او تربت يداها في جهنم. هذه معناها اذا ما حد يتكلم. اسمع هو وش ما حد يتكلم. لا انا اتكلم عن الموضوع. بس لا على الموضوع على غيره. زايد زايد بتكلم بطل اللي عندي بس. اسمعني اول شيء سيف ما قرا شخص منك. وش دخل دافع عن سيف؟ قالها على الموضوع. وش دخلك دافع عن سيف؟ خوي ودافع عنه وانا ادور. هو بعد ثاني يتكلم. انا ادور خوي. هو بعد ثاني يتكلم. انا ادور خوي انا عبد الخالق. مع ثاني يتكلم. اجي ايش دخل اتكلم عن فهد؟ يتحمل كلمته. دخلت اتكلم عن فهد؟ انا مقدم فقره يا اخي ما تفهم. وانا خوي موجود معي. انا جاي في موضوع واحد. صح ولا لا؟ عبد الخالق يا حبيبي يا حبيبي انت لحظه انتوا الحين عندنا معكم عدنا هنا في يا شباب عندنا معكم مليون مرة في شاشة. أنا هنا في الفقرة ما أتعامل زيكم فزعات وأتعامل مدريش. هنا فقرة هنا معانك فوزع مع فهد يا عبد الخالق. هذه فقرة أنا مقدم فقرة. ما طيب أنا جاي في موضوع أنا وخويي موضوع نسمع اسمعني أتعامل معك كضيف. أتعامل معك كضيف
كفقرة في مهنية ما تمرر عليه كلمة فيها قلة أدب. ما قلت أدب. ما قلت أدب. عموما موضوعكم موضوعكم. خلنا نرجع الموضوع. لا لا خلاص انتهى موضوعكم موضوعكم. عند أبو سلطان موضوعكم عند أبو سلطان. أدور شيء. لا ما أبغى أسمع شيء. خلاص أنت. احنا بنسولف على موضوعنا اللي انت جايبين عشان شكرا انت جايبين عشان موضوع شكرا بنسولف عنه طيب شكرا والله والله ان الموضوع انك ما تجيب المقطع انا جاي عليك ما جاء علي والله ما جاء عليك والله ودكم محط يعطيكم العافيه يا شباب انا هنا ما احب افيض صوت احد وما احب اطرد احد منكم في الشروم قسم بالله انه يصعب علي جدا لا 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 وممارستها بشكل كبير اصلا ضعف لكن اذا وصل المرحله الى هالتعامل بشكل سيء جدا لا هنا ما اقبل ابدا ما اقبل لا لا احنا تعبنا اعطيناكم كامل الـ 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 المساحه تتكلم تفضفض ممكن بيجي ابو سلطان حي داخل معنا هنا عنده بعض القرارات في ثنايا الفقره ان شاء الله ممكن تقدم عذر جميل ممكن لكن تقلبها كلمات انا استحي اقولها حتى مع زملائي في استراحه لا 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 الفاظ الالفاظ هذه مشكله لا تكررت كثير ما هي مشكله هذه معضله في البرنامج ما ادري متى بتنتهي عموما يعني اعطونا بالله شيء يعرفون معناه شيء ما يعرفون معناه شيء ما ادري هم هل هم ما يدري ايش معناه يسالونك اي فما يدري معناه هو يقولها ما يدري ايش معناه ما يدري ايش معناه عادي يقولها لزميله يقول يا ولد امك عادي يقولها الكنب عادي يقولها الجدران عادي يقولها لي حي طيب خلنا نشوف رده فعل سعد الغرمول على الاشياء اللي صارت اعطونا الفيديو يا شباب